السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تيتل جيمز. كامل معكم تختيم لاتينيوم لعبة نيون، إن شاء الله يكون تختيم لاتينيوم إن شاء الله. والله هذا جيد، خسرالي ستامينا 17 هذا ثاني 17 بقوة. لقيت هذا جيد، لا تصدقون هذا جيد، هذا بناخذ هذا بذات الوزن حقه مو قد كذا، ممتاز هذا الأحمر. أوكي ما لقيت شيء جيد يعني استحق. هذا عنده قطعتين هنا، فعلنا الدامج ريدكشن وسكيل دامج كويس. ده لا بنروح على السول ماتش للأرمر، الأسلحة ما عندي فنجي على الأرمر هنا حقي. هذا قطعة دي جيد تعطي 169، والله ترفع فوق. هذا محتاجه، ده ما أتوقع إني أحتاجه. ناخذ هذا، ناخذ هذا جاز. ما عندي فلوس، صرفنا فلوس كويس. الآن نكلمها نحط كلمه نشوف فيها شيء، ما عنده شيء. نحط نقطة هنا، والمفروض إني أقلل سعر السول ماتش اللي هذه. المفروض سول ماتش ديسكاونت لكن إني أنا أبغاه بالعكس، أبغاه كثير عشان شو اسمه. فنجي نحط السعر برضه، جت النقطتين كويس، نرفع سعر البيع. أنت كل راح تفتحها زي ما قلت صيح ترفع سعر البيع عشان لا بيع تبيع غالي. طيب نخشينا يلا. طيب المهم هنا معك الشباب اثنين هذولي، معك الشباب هذولي. اول ما تبدا المهمة ارجع الخلف، اول ما تبدا ارجع الخلف على طول. ليه في قدام هنا؟ اسف آه يا قلبي نسيت التحكم. إيه تروح اللي هو يبغى منك تخلص مهمات مع أصحابك. في مهمات كذا نعيدها، مهمات جانبية، لو تعيدها مهمة 20 مرة ما يهم. أنا نسيت، أنا ونسيت الشراي. خذنا قدامه نجي الشراي. رقي 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 يزيد الكباسيتي واحد كويس. إيه يزيد الكباسيتي واحد كويس. لو يكلس نشيله ناخذ هذه. يا ماني قادر افتح لسه ثنتين، مو معقوله. هذه الشيء اللي ما نحتاجه حاليا، افتح ثنتين من هذه. اوكي كذا ممتاز، اوكي كذا ممتاز، كذا كويس. يلا طب يلا نخش هنا الان. هنا في باب، افتح بس الباب هذا بلاش مقفل. صح الباب هذا خش من هنا. هنا عندك هنا شيء، هنا في بطعة. طبعا هم الأخيرة خلاص، احنا الزعيم الأخير حنا خلاص. واعتذر على التأخير في نيو، أنا قلت لكم بداية أول مقطع في نيو قلت يا شباب ترى دقيقة تحمست دقيقة يرجع ترى ما هو أولوية، تراه ليس بأولوية. نقدر دقيقة بكتب البن الثاني هذاك. فإذا نزل شيء أولوية للشيء هذا. والله كمان خش عليه أنت، يا خش عليك أنت ليه؟ إيه لا تطيحين وراه بس. طيب الآن نخش هنا نجيب واحد قدرة. بالضبط اضرب الجدار، اضرب الجدار بالضبط. من عندك هذه القطعة، انت تشوفها تقول الله ايش القطعة الجميلة هذه، احتها فيه طيحة. انتبه ادر عندها. خش من هنا، بروح من هنا. هنا في شيء، هنا في قدامة، فين في قدامة من بس تحت فين. فا زي ما قلت ما هي اولوية مرة ترى، يعني نزل اي شيء اي شيء عطلنا عنها. لكن ان شاء الله المره دي ما في شيء جاي فنخلص ان شاء الله. عندك قدامة هنا انتبه له، قدامة هنا انتبه زي ما قلنا. ترجع كذا، تبغى ارجع فوق. طب اروح على فوق الان، هم خلاص يشيلون الليلة. انت بس صد واستمتع حرفيا، بس صد هم يشيلون الليلة. العرق عاد مرة، ترى مجرمين، ترى مرة مجرمين.
ترى المعاقين ذولي زي ما قلت لك استمتع بس. طيب فين ال شوف كيف هذه، شوف 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 كلبة هذه، شوف عشان ما تشوف الحفرة. الله حركتها كلبة. تعال انت، تعال انت، هذا ما عندي حركة شوتر. اوه يرسبنون الاعداء، خله لي بس. خلص ذاك بس انت، انا ارمي هذا بقنابل اللي قنبلة، قنبلة ثانية اللي يطيح يتفجر عليهم. وهذا طلع، هذاك راح هناك. يو تعال هنا البنت، الله حشر البنت هذاك. يوي الله حشر البنت. لا وش الدمج ذا، متى جاني الدمجات؟ البنت انا وين؟ والله البنت انحشر اقتلوها. عادي يا شيخ، هي ما راح تموت 100%، بس يعني كنت متأمل فيها خير. اوه هذا، هذا والله يعور، هذا يعور، انتبه له ذا. طاح طاح يا شيخ، صح صح. اوه تحولت، اوه والله تحولت مرة. خلنا نعطل عطل عطل، كيف تعطله؟ كيف نعطل يا شيخ؟ كيف عطل؟ هي شكلها طاحت، هي هنا عند الغبي. ما ادري. طيب رجعت هنا الان، لما مت هنا انا اخذ اول شيء، اخذ روحنا. يو عليك كيف تفتن هذا، اشتغل عليه سب كل حاجة. هم مات ضربوه. طيب ليش تخشون عنده؟ طيب لا تطيحين بس، تعال تابع هنا في حفرة هنا عندك هذا. المهم الأخيرة المهم صعبة يعني، ما هي لا توقع لي دلعة. شفت صعبة لأنها صعبة، والمايك بدأ يسوي حركاته. ما خلصنا من المايك وحركاته، يلا ناخذ هذه. ممكن خلص المقطعين هذي، ممكن خلص المقطعين. اطيح يا ورع، ما بخش انا هنا. رفع الدرع، احطاط يا فلان، قلت لك احطاط، نسيت انه هنا. حاسس اني ما دمجهم. احطاط يا فلان، خش من هنا. جيك هنا قاتل هذا، قاتل المخلوقة، قاتل الناس. ايوه مات، شفت كيف؟ طيب ما دام هذول معك ايش تصلح انت؟ تتمحرش، تتمحرش يا سيدي. وش هذول؟ تعال هنا. شكرا، اخذناها اخذناها كويس 75. ما شاء الله خلصنا، خلصنا جبنا امريت حقت ليفل. ايش الهرجة؟ انا معاي، اوكي 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 انا معاي. شو اسمه؟ روح لي نصب، انا معاي حقين الليفل. شو اسمه؟ قدام حقين الليفل. طب حنا جينا من هناك وهنا من هنا، رحنا لما قتلنا الثلاثة اللي هنا كذا، طفي نروح عند البير هنا، اضرب حق البير هذا عشان يجمع قطعة كمان. وخش من هنا، خش من هذا، خش من هنا. ايوه خش من هنا. الدرع بس انتبه. وهنا شباب هذا، بس قبل خش من هنا دقيقة، ما نفتح حق الشراين هذاك، بس حق الشراين، يا حق الشراين، بس حق الشراين بينه. انا بفتح شران حنا صح، بنلف من هنا، وش من هنا
بس دقيقة باخذ الشيء الأحمر هذاك. في شيء هناك غريبة، ايش صار؟ أحيي عليك، وين الحيوان ده؟ يا أخوي ضيوف في ذولي، ضيوف في هذولي. الشيء هذا يخش عليه والله يا دول العيال تفتوا عليه. اطعن خلاص يا تعال، شكرا لكم. خذناها، خذنا 76 كويس. فتقدر تجي تفرم الحمره ذولي مع اخوانك. طيب نروح، نروح من هنا نخش، نبغى نروح هناك. حنا نفس كيف نروح هناك من الباب؟ ايوه الباب مو من هنا، لا من هنا، نروح من هنا، ارجع نخش من هنا، من هنا اشوف هنا عند اللي قدامك شراين هناك، خش من هنا. انا برقي، لا تقتل احد، انتبه. نطعنه لو قدرنا، نطعنه ممتاز. لو بس يا اخي بطعن انا يا شيخ، خربت علي. يلا شكرا، لا بأس. هذا معفن ذا عنه، عاطى كذا واحدة سلوث. ايوه اه جيت سلوث كويس. هذا كمان يا سلوث، كمان احنا عند نريح. والله اعوذ بالله، البنت صد يا واد ما شاء الله عليكم، بس ترمون انتم. طب نبغى القطة حنا، الله يجزاكم خير، بس تطشونهم. انا افتح هذا، ودي ارقي والله. ناخذ الشراين هذا، يلا رقي كمان. فين الميجيك؟ الميجيك لسه ما خلاص. اوكي 20 خلاص كفايه، 20 كفايه. اوكي 20 كفايه، اقدر افتح 3 سلوث واثنين من هذا، وكمان افتح واحده من هذه. يعني شغلك عسل. اخذ اللايتنينج، لانه اللايتنينج حطه هنا، لو حطها هنا قدام البيسنجش حق، ايوه حق الامريتا كويس. شوف انا انصحك انك تحطها على، ترى اذا ما تبغى امريتا، ما انت مستعجل على امريتا. احنا خلاص جبنا، اوكي صح، احنا خلاص جبنا، جبنا المية ليفل، ابغى احط على الهيلر. الهيلر هذا يخليك تاخذ الكسر، فانا انصح بالالكسر. ناخذ هذا حق الالكسر، عشان ابغى الكسر احنا كثير. طيب يلا خش هنا، هنا لا 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 مو هنا، نرجع هنا، خش عند هذا الثعلب، خلك وراه لا احد يخش عليه. اطعنه، حط واحد تو، انا حاط على، اوكي انا حاط على الميد ديستانس، يعني ما هو شغله، بس يلا افضل الهاي انا دائما. هنا بس نبغى نجي هنا، جهز لي سلاحك عشان نبغى نطلق على ذاك المعفن عشان ما يزعجنا بعدين فوق. طيب احنا ما عندنا شيء، نجي هنا عندنا هذا الاستاذ، هذا الاستاذ مع واخر عني انت، ما مشكلة انت تعال. ايوه يخلصون من ده، طاحوا. ايوه اشتغل عليه، ايوه مات الثعلب. فين مات الثعلب؟ خلنا ناخذ اجزاء الثعلب. وين طاح؟ اوكي هنا في الحاجة الصفرة ذي تعطيك سول ستون، هذا كان عش زي كذا، تعطيك سول ستون بس. طيب ايش عندنا هنا؟ عندنا الجسر هذا او الدرج هذا، خلف في كدامه. طيب الان نيجي نقتل الشيء هذا، زي ما قلت استغلوهم هذول، تقتلون هذول يعني مره طن عليك 3 قبور او 4 قبور. طيب شلون عليه؟ شغل عليه مزبوط. ايوه كم 75 يعطينا هو ولا 77؟ 77 يبوه والله حلو. خذ الشيء هذا، تداخل هنا، انتبه لهذا.
ايوه حلو الشقلبه عليك. راح والله تقطع اقسم بالله. تعنف تعنف. هنا ايش عندنا؟ هنا ما عندنا شيء. طيب ايش عندنا هنا؟ او عندنا هذا سهل يا اخوي. حداك ويا ولا ايش غلط؟ اوه هذا نسيته ذا. تعال البنت. هذا بس التفت علي دمرني. انا ما استرجع الكي. انا بس استرجع الكي. طيب لان نطلع فوق. هناك ما في شيء؟ ما في شيء هناك. هنا انتبه. هنا اول شيء خليك على فوق هناك. عفن هذاك. احا ركز عليك انا معفن. في واحده. طيب الان نشتغل صح. هنا قدامك فيه اربعه وخمسه اعداء. اعداء عيار ثقيل. احنا نبغى نسحب واحد واحد. عشا او عسى ما يصير جلتش. اول شخص يجيك اللي هو هذا. اسحبهم اسحبهم هنا. تعالوا ليه يروحون خيانك؟ اذا راحوا خيانك يطلعون الاعداء البقيه ويصير شيء مو كويس. وخر عنك كذا. والله تعنف. لا يطيح. والله تعنف. ايوه يا الله تعنف تعنيف والله. طيب يجي هنا واحد واحد. لا تروح خيانك. لا يروحون اهم شيء خيانك. من ارجع. تعالوا هنا لا تروحون. يرحمونك تروحون. ايوه كويس والله. البنت قويه والله. البنت دمج. اوكي نبغى شوي. اوكي اسحب هذا. تعال هنا. خليه يجي. انت وروح وراه. انت خش وراه. ايوه ما هي مشكلة. ما تطلع. خلي اطلع بس. لا تروح هناك. جرعة. اوكي. لسه ما بقى. لسه من طاحت. طلع الثاني. انا ما ابغى الثاني يطلع يا شيخ. صح يا بنت الناس. يعطي هذا كذا. خويي وينه؟ الرجال وينه؟ الرجال فينه؟ الرجال فينه؟ اوكي هذا مات كويس. كفاية بالنسبة لي. الرجال فينه؟ الرجال هنا ميتين. الرجال خلاص ساعده. خش على البنت. ساعد اختك. يلا ماتوا كويس. شفت كيف؟ يلا كويس. زلي هذي. يلا هنا الان عندنا هنا فيه كودامة. ما في كودامة؟ لا. هنا فيه كودامة. لو نطيح من هنا هو. من هنا شايفين؟ طيح من هنا. طيح انتبه بس. وفي هذا الوصف. واو ما هو وقتك. ما هو وقتك والله. لا تطرحنا وين انا؟ اشرد عنا انت الخلف. ارجع الخلف هنا. خذ سلوث. خذ جرعة. اقتلوه يلا. اقتلوه يلا والله. خليني اقتله. يقرف اهلك والله. مكان وهذا مره خطير اقسم بالله. مكان مره خطير. حاول تسحب هنا بعدين اول ما تنزل يستقبلك. اول ما تنزل يستقبلك هناك. طب ليش جينا هنا؟ مكان ذا مهم جدا اصلا كذا ولا كذا. يعني هنا عندنا كودامة. ماني عارف هل في تجي من طريق ثاني. عندنا كودامة هنا اصلا لازم تجي. كرف والله جاي في مكان خطير مره. شو معاي شيء؟ طيب ما عندي شيء. طيب روح هنا الان. ما شفت شيء جيد.
انزل من هنا، من هنا يسولفون هم ذولي. انزل هنا وهنا، خش هنا، في واحد يحرك من فوق، خش كذا على طول يسار ويمين، ينزل لك من فوق. هذا والله خطير، هذا والله خطير اللي معاه السلسلة، خطير جدا. هسه ابغى اقتل الميمك، كان الاول بالميمك اقتله. طيب اوكي، ايش عندنا هنا؟ عندنا كوداما في الحتة هذه. وش هنا، في شيء هنا؟ ايوه هذا يا شيخ، هذا كيف لك؟ اجي هنا. طيب الشيء هذا، وخش هنا، استقبل هذاك، خليه يجيك هذاك، روحوا له، انطلقوا يا اتباعي، انطلقوا. طلب ما هم يضربونك، ايش دخلني انا يا اخي؟ اقطعني يا شيخ يا اخوي، والله اني استاهل اموت، ايش دخلني انا؟ هم يضربونك، انا مالي انا. هيا طاح ذي، هيا صح يا ابوي، هذه يبغى لها. طلع عليك، يلا قوم. بيطاح بس تلمسهم. طيب وش عندنا في المكان هذا؟ دقيقة، نجي عند الشجرة الجميلة هذه، نروح هناك نفتح اختصار نحتاجه، والله ما نحتاجه بشكل عام. يجيك هذا الغبي، خشوا عليه، لا تجيبوني عندي، خشوا عليه. الله عليك يا شيخ، رفعت ضغطي يا أخي. خذ، تعال أنت، خش عليه. يخش من هذا زبطه، البنت طاحت، البنت والله اشتغلها مزبوط. والله اشتغل البنت. البنت والله يبغى ايش بدأ، ايش ما في يزبط. انا ايش اقول، ايش مشكلتي مع الكاي؟ ما رضي يصبط معي مرة. هنا ما في شيء، اللهم فيه. هذا تذكرون هذا، هذا ايش هذا؟ هذا اللي هو حق اللي قتلناه من هناك. هذا اختصار، اختصار من عندي يعني، ما هو مرة يا اختصار، ما سوى لك شيء من عندي، ما سوى لك شيء كثير. طيب خشينا، فين الكودامة؟ هنا في كودامة، هنا في كودامة، دقيقة استأكد في المكان بالضبط. اوكي اروح فوق هناك، ايوه هناك، ايوه رحت، تروح فوق هنا، سلك فوق من هنا، دوريكم بس قدام هنا، شايفين لما نزل الرجال هذا، خش كذا، خش يمين، ايش يسار، سلك القدام، هنا شايفين هذا القدام، هذا القدام، اظن هذا رقم 5 5 و6. استدعي هذا، خش عليه، خش عليه، ده قوي ده ترى. ايوه قطعنا، خلاص كم عطنا؟ 78 عطنا، والله والله كثير، والله قوي ذا التبول ذا، يعني هذا التعامل معاه بحذر. طيب فين نروح الان؟ الان عندنا برضه مجموعه، مجموعة أعداء، بس نجي خلفين ناخذ بعض القطع، ما أقدر أجي هنا. تمام، عندك مجموعة أعداء، اسحبهم واحد واحد زي ما تعلمنا. دقيقة بشوف هنا البيت ذا ايش فيه، أقول البيت ما في شيء، أقول في شيء هنا، صندوق، أوكي يلا سحب، واحد 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 واحد، شيخ ويانك لا يتحمسوا. عندك الوسخ ذا، يا الله من استقبال، دقيقة تعال، هي واحدة سلوث. الله يا شيخ، يا
يا ابويا موت يا ابويا، الله يقرفك، معفن انت، اكرهك انت. ايه في شيء؟ اي والله، بسم الله من جد. خذ ترسم معاه ولا كم من اول موجود هنا؟ يلا اسحب واحد واحد، تعال كذا على اليمين، اسحب واحد واحد، اجيك هذا. ايه خش على، يوي والله اثنين شالهم مو صحيح. خذ هذا سلوث، كويس. اوكي مات هذا، كويس كويس كويس. تعال هنا تعال هنا تعال هنا، ما نبغى نجيب الناس. تعال هنا تعال هنا، صح صح تعال هنا بنت. انا مودي اخش عشان نبغى اجيب، لان اظني مرة طيبة. لا والله ما هي طيبة. اوه هذا من جهة، اوكي والله مرة ما هي طيبة يا اخوي. خليني اصحى ذا بس يخش من اماني. انا هذا نعطيه كذا سلوث، حتى لو لم اعطيني ظهرك اشرط. طيب يا غبي، هذا كذاك كذاك معطينا ظهر ذاك، كويس يا حلوة. ايه ايه اعطيه سلوث، ما مشكلة. هذه انت، هذا كمان باقي يا ولد، ايش ذا يا كم واحد. تعال هنا ما دام هذاك معطينا وجهه كويس، تعال هنا. طيب انا ما ابغى هي جذاك، انت مسكني ايش رد. هاي مشكلة، اضربه بقل شوية، اضرب بقل شوية كويس كويس. انت كيف؟ انت كويس؟ انا كويس، انت كويس؟ البنت والله حاشرة البنت، هذاك الله يقرف اهله. خليني اعطيه باك ستاب، يا رب تزبط. لا لا تطرحني، لا هذه اجلد، هذه اجلد، هذه اجلد، لا ترى لي غرب. هذا يا جلد، تبع اذا قدرت تسوي مثلي. صحي صحي يا بنت، روحي صحي. هي ما هي مرحلة قصيرة، قصيرة جدا المرحلة، لكن زي ما شفتوا تقابل لك اشكال، والله اشكال ما تمزح، ختمية. افتح الباب هذا. الان من هنا ما في شيء يمين يسار، ادعس ادعس، الارض تتكسر، ادعس. اوكي خلاص بس ادعس، هو خلاص تكسرت جزئية بسيطة بس عشان اصحابك ما يساعدونك، شايفين؟ جزئية ذيك بس عشان اصحابك ما يساعدونك، اصحابي يقولون خلاص حنا هنا، قول مع السلامة بس. يلا نروح على فوق هنا، نفتح الباب هذا، خلاص الحين انت وراسك. يلا وريني شو تسوي. نجي على الشاين هذا في الهارت. طيب ايش اللي حصل؟ اللي حصل يا سادة خلاص الحمد لله، الدول سورد السيفين وصلنا الى 500. الان نشتغل على السلسلة، الان نشتغل على السلسلة. السلسلة لقيت هذا السلاسل، انا لقيت معاي هذا، انا استخدمت هذا لان هذا يعطيك ارض 11، هو يعني حركاته جيدة، ولكن المشكلة ما حصلت. دقيقة شوف حاجة، هذا على فوق، هذا يطلب زي كذا مثلث مربع الكومبو هذا، بس انا ابغى حاجة عندك. هذه هذه تزود لك اللي هو هذا، تزيد لك الهجوم. انا افتح هذه الحركة جيدة بس ما هي واضحة، هل هي
لهاي ما واضح ستانس حقه، بس اظنه هذه. شوف هذه جيدة، شوف هذه وهذه جيدة، هذه تخليك تضرب ضربات ورا بعض، شوف كيف زي كذا. شوف هذه حلوة لايش؟ تطبيق العنصر، هاي تزود لك الهجوم بس اللي هو الدامج الكي مش لتنقصه كثير. هتخلي لا الكي ينقص بشكل اقل. طيب عندنا مشكلة، طيب نشوف نقاتل هذاك، نشوف مش نخشين ولا شيء، قاتل الاعداء ونشوف. انا قتلت واحد احمر هنا، قتلت واحد احمر هنا، بس ما ادري كيف الهاي ستانس خليت عليه ضغط مثلث ورا بعض. شوف كيف تضرب زي كذا، شوف فتحنا احنا هذه. هذه حلوه لتطبيق العنصر، حلوه جدا. اذا ضغطت اوكي وانت تصد، ضغطت مربع تركض، هذه حلوه عشان سكيلتونز اقتلهم. يلا ايش عندنا هنا؟ تابع الاشياء دي، الاشياء دي خلف الاعداء تابع. طيب خذ الشيء هذا، نظر في عدو هنا من هنا، نبي ننظف المنطقة قبل نتقدم. وحنا دقيقة، حنا وحنا ناخذ هذا الشيء، سيطلع لنا سلاح. حنا فين حنا الآن؟ هذا هذا اللي هو الشراين. طيب يلا خش من هنا، أول شيء روح هنا، ننزل مع الدرج، بنجيب الكودامة، بنجيب الكودامة و الهات سبرينج اللي هو الينبوع. خش تحت، انتبه هنا، شوف عندك هذا، شايفين هذا؟ خش عنه كذا، صد وضغط مربع عشان تعطيه ركلة. اشرد اشرد اشرد. ما تزبط ركله. اوكي بعيد، اعطيه كذا مثلث مثلث. شوف مثلث مثلث يرمي هذه. انا فتحت حركه اللي هي تسحب الاعداء الصغار، لكن اذا العدو كبير انت تروح هو يسحب. خلنا ناخذ هذا القدامة، بقي لنا واحد بس وان شاء الله ناخذ تروفي القدامات. هنا ايش عندنا؟ هنا عندنا هذا. طيب وهنا ايش هنا؟ هنا في صندوق الحالة، ما اتوقع ان الحالة. اوكي غريبة. هنا صندوق، اوكي الصندوق عنده هذا الشيء. وش نعطيه؟ اصفر ازرق اشرد. اي عليك، ما وقتك انت، الله يقرفك يا شيخ. عرفت انه احمر. خد 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 يا شيخ، خلاص موت. خش عليه، مات خلاص. ايه شيخ مقرف، هل هذا اخر هات سبرينج؟ اخر ينبول؟ والله اظن ما هو، بقي لنا واحد من هذولا. خذنا تروفي سبالافر، هذا سبالافر خذناه، خلصنا جميع اللي نبيع. اذا ما طلع لك التروفي لا تشيلها، اذا كنت ماشي معاه ان شاء الله طلع لك التروفي، اذا التروفي ما طلع لك لا تشيلها مره تشيلها. موريكم ان شاء الله اذا خلصنا، ما في شيء قابل للفقد، كل المهمات تقدر ترجع لها وتاخذ اللي هي
اللي نبي هذه تمام، وبعدين اوريكم كيف يعني، مو شرط تدخل المهمه لا، بس من برا تشوف المهمه اخذت الانبوع ولا لا، والمهمه اللي اخذت الانبوع حقها ابتعد، واللي اخذت الانبوع حقها يطلع عند الانبوع عالم صح تمام. اوريكم ان شاء الله طلع المهمه هذه اوريكم. طيب خلصنا من هنا الان، بس نيجي نفتح البيبان هذه الموجوده، ناخذ قطع ما في شيء، بس صناديق ان شاء الله طلعنا سلاح. اهم شيء شوف والله الشيء اللي حطه اهم شيء يكون السلاح فيه، يفضل يكون فيه عنصر، يفضل يكون فيه عنصر، كل ما كانت نسبة العنصر عالية كل ما كان شيء كويس. طيب خلونا بس نروح نريح دقيقة، نريح وكان قاتل. المشكلة مشكلة كبيرة يا اخي، عندي مشكلة كبيرة. دقيقة اول شيء نقتل هذا مين؟ اوكي هذا. المشكلة هذه المشكلة نعرف بلعب فيه، هذا ما يضرب ذي ما تجي ذي ما تجي ذي مرة قريبة مرة قريبة ذي ما تنفع يا أخي، يا أخي ما تنفع ذي مرة قريبة. خلنا نقتل هذا كمان المدرب عنده ذا، نقتل ذا بس دام كذا امورنا طيبة، نقتل هذاك كمان ما دام لسه يتحاول يخش عليهم. كويس في احد هنا بالدور هذا، نقتل هذا كمان. اقتل بس تاس خلاص، لان في احد هنا بالدور هذا، يا احد هنا، في احد شيء، يا احد هنا خلو فوق اشوف في احد فوق. ما في فوق اظن مقفل في شيء، خل نعطله. كيف نعطله؟ كيف نعطل؟ نجمع ادوات بس. طيب مرة تتحول تقتلهم جرعة، ما في شيء هنا. الآن تفتح الأبواب هذه وتشوف ايش ورا الأبواب عشان تخلص. والله ما ادري السلاح ذا، المشكلة السلاح ذا ما هو ما ينفع. طيب أول شيء من هنا بنخش هنا، شوف الباب هذا ايش وراه. الباب هذا يمديك تروح هنا، ما يمديك تروح هنا. بيجيك هنا شو اسمه شيء، ما في شيء هنا. بيجيك زعيم، حاول نقتله، حاول نقتل الزعيم. بعد نفسي ارض اظن هو اظن قوي ضد الارض هو. خذ هذا في كذا، تعال وراه. طيب زي كذا واحدة، الآن أعطي نفسي برق. أيوة بقت لل شو اسمه العنصر الضعيف. طيب برق انجز انجز كذا بس. هذا الصخرة حقته راح الصخور حقته، ما ادري ايش عندي الصخور حقته. بس قتلناه، ما هو يعني اوكي. طيب قتلنا هذا، ما ورا شيء. يلا نروح الآن نضيح باقي. والله إني عارف السلاح ذا مشكلة. البادي ما دام البادي يعطي شيء. طيب نجيب آخر كدامة. فين آخر كدامة؟ أظن خلف الباب هذا.
ايوه اخر قدام هذاك هو، شوف هو اخر قدامه. الله ايوه، وهذا القدام قدام ليدر، هذا اخر قدام. خلاص احنا جبنا هذا، بقلنا هذا 40 حركة بسيطة جدا. طيب الان هنا، الان هذا عبارة عن زعماء، يقبلونك زعماء، بالتالي ناخذ حاجة، هذه ما نحتاجها، ناخذ ويكنس، باخذ هذه الجارديان تشيلسي من هذه، ونحطها دي، نحطها هنا. ممتاز، صار الآن معاي جارديان تيلزمن وهذا ويكنس. تمام، هنا عندي الأرض، الأرض طيب ما هي مشكلة. الحين القاتل الزعيمة، الزعيمة البنت هذيك مغيرة، أنا إيش بصلح معاها؟ بسبب لي العنصر الثالث اللي هو سلوث ويكنس، بعدين أضربها بعنصر الأرض، دمجت بعنصر الأرض، أبى أضربها ب ال شو اسمه هذا، اول ما تخش ضرب هذه، ضرب هذه، خش عليها، بس خلها توخر. انا اخري يا هذا سلوث، اخرت عن سلوث الكلبة، ما جمدت، لا تمسكيني لا تمسكيني، انا انسان مسكيني. خلاص انت جنيت على نفسك، انت جنيت على نفسي، خلاص كيف عطلوا ده، كيف عطل بحركة، عطل عطل ده، كيف عطل اعلنا بس. والله هي قتلتني، والله قوية يعني، بس ترجع كل بابا خلف الزعيم طقطقهم. تدرون خل نقفل الآن حاليا، توقع كذا المقطع طول، وانا مش السلاح هذا ايش اسوي معاه، السلاح هذا يخرجني ولا ما يخرجني، لانه واضح انه ما يخرج، ما ينفع الآن يا اخي. استخدمت صحة قدام يا اخي، انا ايش طيب الآن نروح نقاتل زعيم ثاني اللي هو العنكبوتة، العنكبوتة هناك، وش سوى مع العنكبوتة؟ استخدم، استخدم هذي 4 تعبية لنا، عبت لنا كويس، نعبي ذاك احنا اللي فوق، شلوا متنا، اعطونا تحول. عنكبوتة نفس الشيء، اضربها بي يلا كويس، برق و هذه هذه ويكنس كمان، كيف سريع زي كذا الكرة، شيء غلط، شيء غلط، ايش بقفلت؟ ايش تسوي انت؟ قيادة، ايش تسوي انت؟ جسد قفل هي الكلبة، الجرعة عطى واحد بس لوث يا ابويا، هذه لا لا ثلاث مقتلة، تبعنا يا سلوث، اوكي فضلك كذا، عندي مشكلة متر، عندي مشكلة معايا حبيب الكل، ايه عناكب صار نطلع، لا طلع شب، اوكي ضربت سلوك انا؟ الا
قلت سلوف يا تشرطين يا بتكل. لا تشرطين يا شيخ. المسكة المسكة ولا القرعة؟ متنا ما عندي ذا. تحول ما مشكلة. هي قوية. لا سوى شيء. اوكي. تقدر ترميها بقنابل. ترميها بقنبلة. ما مشكلة متن. هاي هذا. ارميها بهذا الشيء. ارميها بقنبلة. خش عليها. طولت على الفاضي يعني. ضعيفة هي. طولت على الفاضي بس خلك يمينة. انا ما استخدم عناصر. ما استعد لهم 100% يعني. ما استعد لهم استعداد قوي. ريح وارجع. شوف هذا الباف شوي. جيبه بدا فاضي. والله ودي اقفل الان بس قدم شوية. اوكي هذا الباب برضو. اوكي نرجع. نرجع هذولي. شو وش بعده. طيب ايش عندنا الان؟ عندنا والله ماني عارف يا اخي. ماني مرتاح. طيب ماني مرتاح للسلاح هذا. مرة ماني مرتاح. غير السلاح ذا حاليا. استخدم سلاح. بستخدم الفأس هذا. استخدم الفأس يا طول العمر. في أرض الفأس. في أرض الفأس. دقيقة. ما عندي أرض. ما استخدم الموية. الآن بيجينا الأسد. الأسد والله قوي. الأسد والله لا تستهين فيه. الأسد بالذات لا تستهين فيه أبدا. نجهز هذا الشيء. مش عليه زي ما تعودنا. عطبية. هذه واحدة. مو هذه. مو هذه لا. في هذه الويكنس. حشرة يا شيخ. الله يقرف أهلك يا شيخ. كيف 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 فهمت 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 فهمت. تشرب سبت المويه. لا مو كهرباء. مويه هذه شبعانة. ذي يضرب ثلاث. هاي حلوات. أربعة. لا تحولت. طيب مات. طيب مات. عاد اقتل بأي طريقة. انت عاد انت تفاهم معاه. انت قلته قبل كذا. قلته حتى مرتين يعني. يلا ليش خدت جرعة انا؟ ما في شيء هنا. من هنا الطريق حقنا. هنا نكمل. لا هذا الطريق. هذا الطريق حقنا. ايوه نرجع. طيب الان تدرون بنقفل خلاص. احنا بقينا نتوقع شويه ونختم. عشان كذا بنقفل. طور المقطع. العب على مهلكم. ان شاء الله نشوفكم في المقطع القادم. الان بس بنروح الشراين. الختام لا تنسون اللايك واشتركوا في القناه وضيفوا المقطع سابق. خلوا يستمتعون فيه بالذات المهتمين ب نيو. حياكم على حساب الانستغرام واكس والتيك توك والديسكورد. اجيكم العاب العباده. السلام عليكم ورحمه الله.